نكمل باسكو الموضوع تاع اليوم اهم بزاف 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 من قول لكم بلي حنا قلنا وقلنا 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 لا يخلي تقولوا قبل ما يصاروا الحوايج ماشي كي يصاروا تقولوا ما تعرفوا والو نتوما خدامين عند سيادكم كما يقولوا لكم كما ديروا كما منظمه اوتبور كي جيري بار لي زيتازوني اي لانترناسيونال نيو كولونياليزم كما نتوما كما لا تركي درك اللي ولات لو بورفوايور دي كورون ريفوليسيونير à caractère islamiste. C'est tout. Vous êtes dans le Hajar. Le cas est un roi comme nous avons beaucoup de Marakom. Il y a un plus intelligent à l'Akdam al-Bayda, il tire et il boit dans l'Arkan. Rakom Ghalten, le Bagando, il y a le Kwava. Rakom Ghalten, que le Wahda ou Yahous, le sens de Tahou Yahla, le Chaké ou le Soussata Yuskout. Beaucoup sans exception. Salat Ben Kabel. كاين شي ناس كانوا ينبحوا على السعيد بوتفليقه مع عطام سوساته ولا ناس ملاح مسكين ويديها في الشهريه من الجامعه كاين ناس كانوا ينبحوا على السانكيام موندا وبلي سيتي ان كونسونسيس دو ستابيليتي ولازم يفوت ودركا ولاو كونتر ما داوش سوساته بكل حابين ترضعوا مع النظام الجزائري وزور الشهر سي سكي فو كومبروندر لو بوفوار الجيريان نو نيغوسي با كي تحبوا ثوره ديروا الثورة تاع الصح مو من حاجة اليوم نقدم لكم وشي هي الثورة الحقيقية ماشي التمسخير نتاعكم والتبهليل والتمهبيل لأنه الخيانة تاعكم ظاهرة للأعور وللعيان إلا الجاهل المخدر المصرخ ما يشوفهاش ينطق واحد الكافي ويقول باللي الجيش ما عندوش تدخل في المصالح الاقتصادية الكافي هذا ما يعرفش باللي لكن تطهورت الأحوال الاقتصادية فتطهور أحوال الجيش وأحوال المنظومة التسليحية للبلاد هذا الكافي ما يعرفش باللي من أكبر المحاربين الاقتصاديين هي أجهزة المخابرات هذا الكافي حب يقول لكم باللي العسكري يقعد في التلاكانة هز السلاح وقريطة لا لا العسكري مادام المخابرات تبين العسكر ما يقعدوش في القريطة الآن سينتع الماريكان ما راهيش في القريطة لأن سيد الملكة تأسستوا لي كونترا ايكونوميك جيسي عاتشيوت على انجليز تأسستوا لي كونترا ايكونوميك باركاو ما تكذبوا على الشعب باركاو شرتوا الكافي هذا لأنه يقول كنت في الجيش كنت الشعر في الجيش تاتي انسكريبو يا انسكريبو يا انسكريبو يا انفري انسكريبو يا يعني انسكريب يكتب برك برك تو سامبلومون نفس البونوم هذا كي كانوا عنده دي جورنو في الجزائر جو سوي ديزولي شكون كان يعطيه لا بيب ماشي فوزي وتوفيق نسمعوا ثاني المناضل هذا اللي عنده ربع قرن وهو يناضل يقول قايد صالح فيه وفيه ومجرم 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 هذه بكري ودركا بونويرا اللي هو كان اكثر من القايد صالح واقوى من القايد صالح ولا من الاحرار يخيب غل نقول لك حاجة كنت بيضالي في الفهامة من على 4000 سنة وطول لك ربي في عمرك ترقى لدرجة حمار جي ترميني لي ميمو تاعي سمعتوهم جيسبر كو لو سون لحقكم وي كوني بيضالي 4000 سنة بلاك يرقى لمرتبة حمار المهم الناس اللي معولة على الناس هادو باش يقودوها نحو ثورة ولا استقلال الجزائر نقدر نقول لهم بربي ان شاء الله حتى اليوم البعث وما تنجحوش علاش لانه اللي يتبع بغل الماكسيموم نتاعو يروح البوطه تاع قرط فوالا دركا بون خلصنا من الداند والباكاند وهادو بون الكوافا هادو فاهم حاجه واحده برك ما تعرفوش النظام الجزائري عندكم تناقضات ايمونس المنهج السياسي تاعكم موش طريق سوي واش راح نقول لكم مسؤوليتكم امام رب العالمين وامام التاريخ يحاسبكم ربي ويحاسبكم التاريخ اون توكا جامي تربحوا الاقدام البيضاء ونطيروا للسما الماكسيموم تاعكم كملوا تربحوا دراهم من يوتيوب وفيسبوك وانستغرام سيتو الباقي الجزائر تديو الشعر
بون دوكا ندخلوا بالموضوع الموضوع الحقيقي لي زانغريديون تاع التمر. Je supprime par quelques débiles mentaux, bien sûr. C'est des accidents génétiques, je me rappelle de faire moi. Normalement, mais c'est douche. Lyon, on va parler d'une de qasida chériya. Un poème, si vous voulez. De l'allama. الشيخ عبد الحميد ابن باديس رحمه الله. هنا دوك ناس يقول لك هذه الباديسيه، اشوفوا انا ما عندي لا باديسيه لا نوفمباريه لا عمار بولفكارن، انا سي التكنوقراطيه البحته. لكن القصيده هذه ما نحوشها لابن باديس اذا كان الفكر نتاع وهابي ولا سلفي ولا ما يهمنيش. انا تمني القصيده هذه كموضوع كانها مقال كانها ان ارتيكل كتبو انسان جزائري مفكر لقينا فيها حوايج بزاف. اليوم ارتأينا اننا القصيده هذه نفسروها بالمفهوم تاعنا احنا اللي خلاتنا نقولوا بلي القصيده هذه تعتبر une matrice ou un plan تاع توت ريفولوشن اللي حابه تنجح. بون عز الدين عزو فيف جبار مهنا فيف شوف ني جبار مهنا ني توفيق ني كاع الخرد هادو كاع سي دي لاربا داكور اريتي فو كونري. الجزائر مازالت مستعمره لازمها تستقل. الكرف اللي تهضروا عليهم هادو بكل اون فال ريان سي دي تراتر. بون ندخل في الموضوع. نشوفوا في القصيده هذه في نص النشيد سموه النشيد يقول العلامه الشيخ شعب الجزائر مسلم والى العروبه ينتسب. كان قادر يقول شعب الجزائر مسلم وعروبي النسب. نو ينتسب apparenté en français juste apparenté يعني des alliances de voilà. ومن بعد يزيد يأكد من قال هذا عن أصله شكون شعب الجزائر le peuple algérien أصل الأمازيغي أو قال مات فقط كذب. Et celui qui a dit qu'il a dévié de ses origines ou que le peuple est mort a menti. أو رام إدماجا له رام المحال من الطلب. Et toute force, autorité qui veut intégrer ce peuple à une identité qui n'est pas la sienne, elle frise l'impossible ou elle cherche l'impossible ou à réaliser l'irréalisable. محال. رام المحال من الطلب. دونك هنا لي تروا هادو لي تروا فير هادو الابيات الثلاثه هادو بدا بالهويه الوطنيه لانه الامام فهم الشيخ فهم قضيه الهويه الوطنيه والاهميه نتاعها بالنسبه لتكوين امه